شو هاد؟ شو هاد؟ قولي مثل بالك شايفة صيغة. من وين جبتيهم؟ شو يعني من وين جبتهم؟ هدول صيغتي. صيغتك؟ ايمتى اشتريتيها؟ شو ايمتى اشتريتيها؟ ايمتى اشتريتيها يعني؟ أي يوم؟ أي شهر؟ أي سنة؟ ايمتى؟ من أول ما رحتي على المدرسة كنت كل سنة اشتري قطعة وقطعتين، وهي اشتريتها آخر شيء. آخر شيء يعني إمتى؟ اليوم. اليوم؟ إيه. وقديش حقها؟ كتير. يعني مبارح كان معك مصاري كتير مشان تقدري اليوم تشتري فيهم أسوارة؟ إيه. وأول مبارح كمان كان معك مصاري كتير؟ إيه. وأنا صار لي 3 أشهر عم بترجاكي مشان تشتري لي جزدان ما كنتي تقبلي، وعم تقولي لي ما معك مصاري؟ هدول ما دخلهم. ليش؟ هيك المصاري بيشتري فيهم ذهب ما بصير نصرفهم. ها يعني انت معلش تشتري سواره وانا ما فيني اشتري جزدان؟ ايه. ما عم صدق، ما عم صدق. على كيفك، قومي سكري الباب. هدول هون محلهم مشان إذا صار لي شيء تعرفي. ما قلتي لي شو بدك فيهم؟
حب الصيغة. كل عمري حارمتيني من كل شيء مشان تشتري ذهب؟ ما حرمتك من شيء. المصاري اللي عم يبعتهم خالك عم بقيل نصهم، النص بنصرفه والنص عم نشتري فيه. اصلا هو مو مجبور يبعت لنا كل هالقد، افرضي عم يبعت النص. والنص اللي عم تخبيه عم تشتري فيه ذهب لحالك. ايه؟ ليش ما عم تلبسيهم؟ ما بحب. لكن ليش عم تشتريهم؟ خلصنا، خلصنا مرام. ليش شو كل هالنا؟ لأنه ما عم بفهم عليكي. روحي غيري ثيابك وغسلي. فهميني ماما. مرام، اوعك أبوك يضرب الموضوع. ليش خبيتي علي؟ كنتي صغيرة. وهلا صرت كبيرة وما حكيتي لي. ما حسيتك إنك كبرتي. إمتى كنتي رح تحسي وتحكي لي؟ لتصير مناسبة. وهي صارت مناسبة وأنا عرفت، وهلا بدي أفهم. شو بدك تفهمي؟ بدي أفهم ليش كل عمرك حرمتيني من كل شيء مشان تشتري ذهب؟ وطي صوتك، هلا الجيران بيسمعوا. خلي الجيران يسمعوا. كيف بيهون عليكي؟ كيف إجا من قلبك؟ روحي غيري ثيابك لنتغدى. وبقيت غاضبة وغير مصدقة لما يجري. لم أفهم لماذا تخفي عني أمي حقيقة شرائها للحلي، وكيف تستطيع حرماني من كل شيء من أجلها، ومع أني كنت أقول لنفسي أنه لا مانع لدي، وأن الذي يزعجني هو أنها أخفت عني الحقيقة، إلا أنني في الواقع كنت غاضبة عليها واتهمتها بالبخل بيني وبين نفسي، ونشأت بيننا هوة استمرت فترة من الزمن. شو عليكي بعد المدرسة؟ ولا شيء. قلت لحالي بنتظرك بعد الدوام مشان نروح نشتري الجزدان. لا خلص ما عاد بدي اياه. يعني شفتي واحد غيره؟ لا انا رايحه. بدك شيء؟ ليش ما اخذتي مصروفك؟ ما بدي شيء، مو جاي على بالي اشتري شيء. كل هاد مشان الصيغه؟ شو دخل الصيغه؟ انا مو جاي على بالي. مالك بالعاده؟ انت كمان مالك بالعاده تخبي علي. الله يكبر عقلك. لا أدري لماذا استمرت على صمتها. ربما فاجأها سوء ظني بها، ربما شعرت بالذنب لأنها أخفت عني شيئا، ولكني أعتقد أنها كانت مصرة على إخفاء الحقيقة عني حتى لا أضطرها بدلالي وإصراري للعدول عن قرارها الذي اتخذته بتوفير النقود. لميا لا تخافي، لا تخافي. شو بكي؟ شو مشترين براد؟ صوفة تانية؟ شو هاد؟ تلفزيون؟ مشتريين تلفزيون؟ حلوين كتير، مبروكين. كيف أميران؟ تكون صارت صبية؟
والله بدك تنتبهي لها كثير. قصدي يعني البنات بهذا العمر بيجي ببالهم اشكال والوان، شباب ومشاكل و... بتقولي لحالك ليش رجع؟ لو كانت احواله منيحه وماشي حاله ما كان اجى. معك حق. انا احوالي تعبانه كثير. مالي غير هيك. يعني مالي غيركم. كنت بالجزائر. المذابح شغاله، الناس ما عم تسترجي تنزل على الشوارع. بس تعتم الدنيا كل العالم تنضب ببيوتها. والله تعبت من الشنطة يا قلبي يا والله. لك هيك نفسي، نفسي نام على شراشف نظيفة، اكل لقمة بتشبع. انا ما كنت بدي اجي، ما لي عيني اطلع فيكم. قلت خلص بيكونوا ما عادوا يستنوا، تعبوا ونسيوا. بعدين شو بدي لكم؟ جوعان طعموني، عريان اكسوني. ليش انا هيك مو مثل كل العالم؟ يعني الله بده يعذبني ويعذبك معي. وصلت على الجزائر، القتلة بالشوارع. كنت بدي كفي على المغرب شوف شو صار، بس عدلت قلت لا، ما بدي اروح بلاكي. حطيت لك المي على النار اذا بدك تحل. معلش لا تعذبي حالك، انا بدي اروح. امتى بتيجي ميران؟ ما بطول. شوفي، اذا مفكره انه انا تجوزت عليك بتكوني غلطانه كثير. ليش ما تجوزت؟ لأنه أنا مو من الرجال اللي بيطلعوا على النسوان. من أنه رجال أنت؟ أنا من الرجال اللي حظهم قليل. كل الحق على الحظ. مالك مصدق؟ لك أنا بس لو بحكي لك شو بصير معي. ما بدي وجع لك راسك. معلش باخذ حبة مسكن. تغيرتي كثير. ايه بس انت بعدك مثل ما انت. غلطانة. انا كمان تغيرت كثير، صرت اوعى واذكى. مو مبين عليك. صدقيني، صدقيني هاي المرة، وتأكدي انها رح تكون اخر مرة. صدقتك. أكيد. أنا بعرف إنه أنت بعدك متأملة فيني. أنت الوحيدة بالعالم كله اللي بخاف إنها تفقد إيمانها فيني. أنا مشان هيك عايش وعم قاوم وعم كافح. أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. أنت بتعرفي حالك. أنت امرأة نادرة، مليانة تضحية وحنان. بس مشان الله أعطيني هاي الفرصة.
بس مشان اثبت لك شو بتعني لي انت وميران. فرصة شو؟ اخر مرة، هي فرصة العمر. ما فهمت. بعدين بحكي لك، انت بس قولي لي انك مصدقتيني. اذا جاي تطلب مصاري ما معي. انا لو ماني متأكد ما كنت اجيت. ما معي. انا لو كان عندي شك واحد بالمليون ما كنت اجيت. لك انت عم تضيع فرصة عليك وعلى ميرام. ميرام، لك ميرام اللي عاشت بالفقر طول عمرها، هلا خلص رح تشتري كل شيء، تياب وزينة وموبايل. لك ايه موبايل؟ تخيلي بنتك ماشية بالشارع وعم تحكي مع رفقاتها بالموبايل، هيك مثل افلام السينما. لك لا تضيع الفرصة مشان الله. لك هاي فرصة عمرنا نحن ثلاثة، مشان الله لا تضيعيها، مشان الله. اسمعيني وفهميني، رح اخذك على اوروبا واخذك على مصر، فرجيك الاهرامات، نقعد باحسن اوتيلات، ناكل احسن اكل، نقعد باحسن مطاعم. رح اشتري لك بيت اكبر من بيت ابوكي، فيه جنينه، جنينه كبيره كتير، فيها داليه وبركه وطاووس بيفرد ريشه الملون هيك، وانت قاعده بس هيك على المرجوحه عم تاكلي بقلاوه وتتفرج عليه. لك بس شويه مصاري مشان الله. ما معي. هي اخر مره، اخر مره، صدقيني بس هالمره، صدقيني قسما بالله العظيم. ما معي. ليش ما اخذتهم كلهم؟ ما بكفوا، بدي كمان. ما معي. بدي مصاري. هدول كل اللي معي. كافي عندك اساور ذهب؟ ما عندي شيء. امك ادتك وحده انا متذكر. بعتها. كذابه. حتى لو ما بعتها ما اعطيك اياها. طيب طيب اهدي شوي. لك كل شيء اخذته منك رح رجع لك اياه على اخر فرنك، بس هلا بدي شويه مصاري، علي ديون، الجماعه ما بيحبوا المزح. قلت لك ما معي. لك انت ما بدك تحكيه. ما معي. بدي المصاري ورح اخذهم. قلتي ايه وقلتي لا؟ لك بدهم يقتلوني. وحكيت بتعيط منك. اهلين بابا. اهلين حبيبتي. الحمد لله على السلامه حبيبتي، كيفك؟ حليانه وكبرانه. عن ايش امك عم تقول لك ما تحكي؟ بابا انت بتعرفي وين الاساور؟ انت بتعرفي كل شيء. بابا انت بيهون عليك ابوك يتبهدل ويتعذب. انا بتذكر امك كان عندها سواره. وين؟ قلت لك بعتهم مشان اصرف على البيت اللي تركته حضرتك ومشيت. ولا تحاول تقطع قلبي عليك. مرام مو انا. وعقلها اكبر من عقلي. لك لسه مصرة تناديها مرام، لسه مصرة تناديها مرام. اي بنتي، وهذا بيتي وبدي اعكي فيه اللي بدي اياه. والله تغيرتي يا رمية. لك انت من امتى بيطلع صوتك على جوزك؟ ها؟ انا مالي جوز ومرام ما لها اب. صحيح بابا، صحيح مثل ما عم تحكي، انت مالك اب. لك هيك دفنتوني بالحياة، هيك دفنتوني وانا عايش. خلص بابا يلا احكي مشان الله، احكي قولي، جاوبيني. قولي له، قولي للي ضحى طول عمره مجانك، قولي للي طعماكي وكذاكي وحماكي، قولي له. أنا والله العظيم بحبها، قسماً بالله العظيم بحبها، بس أنا هيك لما بدي فيني الأحوال
وهلا ضاقت فيك الاحوال وجاي تاخذ منا مصاري. انت كانت مو قصدي، مو قصدي. قصدك بنعرفه منيح. المي بتكون سخنت فيك تروح تتحمم. وهلا بنحط لمه اكل. تتغدى معنا والله معك. واكثر من هيك ما تطلب. بدي مصاري. قلت لك ما معي. ما معي. دبري حالك دين من الجيران. بجيب لك يا هون. دبري حالك. بعمري ما تدينت ولا بعد دين من عدو. بابا حبيبتي. خلص بابا. قولي لي وين حط الاساور مشان الله. ليش ماما عندها اساور؟ حبيبتي بابا انا واقع بورطه، ما عم تحسي فيني؟ لك انا متدين من جماعه مصاري وراح يقتلوني. قالوا لي بالحرف الواحد اذا ما بترجع المصاري راح نقتلك. اول شيء راح هيك يشقفوني شقفه شقفه مشان الله، فهميني؟ لك فهموني يا جماعه. اذا بتقلي له وينه البيت العالي زماني؟ اختاري يا انا يا ابوكي. ماما مثل ما سمعتي، يا انا يا ابوكي. يعني معك مصاري؟ لك بابا حبيبتي، لك انا بهون عليك، لك انا ابوكي. صحيح ما انا ما كنت منيح معك، بس والله حظي عاطل قسما بالله. حبيبتي انا كل ما بحط راسي على مخده او على ارض وعره بتذكرك، بتخيلك هيك قدامي صرت كبيره وحلوه وصبيه. انت بدك تدخلي جامعه ما هيك؟ شو بدك تدرسي؟ ما بعرف. معلش يا حبيبتي ما في مشكله، المهم تجمعي علامات ان شاء الله بتكون احوالنا صارت احسن ونلتقي كلياتنا على الشام. والله هيك بتخيلك قاعده بالجامعه وعم تسمعي محاضره، بتخيلك طبيبه او محاميه وانا وامك بنرفع راسنا فيكي، بنقول هي بنتنا، هي ميران. والله يا حبيبتي انت ما بتغيبي ولا لحظه عن بالي. بس قولي لي حبيبتي وين الاساور؟ انا كمان كل الوقت كنت عم فكر فيك. بعرف لانك بتعرفي قديش انا بحبك. كنت لما احط راسي على المخده بالليل صلي مشان اصحى الصبح لاقيك عنا. كنت لما في من النوم اطلع حوالي ودور بالبيت مشان اشوف اذا بعدك موجود ولا لا، اذا رجعت ولا لا. لما احيانا كنت ترجع كنت فكر انك رح تضل وانك ما عاد رح تتركنا لحالنا ابدا، بس انت دائما كنت تتركنا وتروح. بعدين مرت الايام وانت غايب، ما عاد تفكر فيك وما عاد تدور عليك. وقت بتخطر على بالي صرت خاف انك ترجع. صرت خاف اني في الصبح ولايك معنا. وقتها بس عرفت انه انا كمان تركتك مثل ما انت تركتها. مشان هيك بدون ما افكر انا مع مين، ماما انا معك على طول. انا مستحيل اتركك مثل ما انت عمرك ما تركتيني. انت كمان تنكرتي لي. بس انت سبقتها ب 17 سنه. لك نسوان حيايا حيايا، رح تندموا كتير على هذا اليوم، رح تندموا كتير. لك حيايا. حرام. كل واحد بياخذ نصيبه. ماما رح يطلب. ما حدا راح يقتله. ما سمعتي شو قال؟ هو طول عمره كان يجي يحكي عن مشاريع رابحة 100% مشان اطمئن أنا وأعطي مصاري. كان ياخذ المصاري ويروح وتروح المصاري. هلا قبل ما تجي اشترى لي بيت فيه جنينة وبركة مي تتنزف فيه طواويز، إلها أجنحة ملونة، بيت حلو كتير.
لما ما قدر يغريني جرب يخلينا نشفى انا وياكي عليه ويحكي انه مديون. يعني عم يكذب؟ مثل عادته لما يكون بده مصاري ما بيقعد يعرف حاله شو عم بيحكي. هدول الذهبات انا عم جمعهم من اول يوم رحتي فيها على المدرسة. انا شو بدي بالذهب ولا باللبس ولا بالمصاري؟ انتي بتعرفيني منيح. انا بدي اياكي تتعلمي. من لما عرفت حظي مع ابوكي حلفت يمين انه خليكي تدرسي وتتعلمي وتاخدي شهاده مشان ما تقعدي تحتاجي للرجال بحياتي. حرمت حالي وحرمتك وصمتتن. كنت مستعدة موت وما اعطيهن. بس مشان ما تحتاجي لحدا. لا لأب ولا لأخ ولا لابن عم. ما في أصعب من إنه واحد يتحمل جميلة الناس ويعيش تحت رحمتهم. اوعديني انك تدرسي وتنجحي وتشتغلي. ما سمعت. بوعدك. ولا تنسي انه شو ما صار انك وعدتيني. ونسينا الأمر أنا وأمي. فمثل هذه الزيارات المفاجئة التي كان أبي يقوم بها بين الحين والآخر كانت قد تحولت إلى عادة ولم تعد تترك أثراً يذكر. ولكن لم تمضي بضعة أيام على هذه الزيارة حتى افتحوا الباب. شرطة. شرطة؟ خير إن شاء الله. شو جاب الشرطة هلا؟ أكيد ما دخلنا. لمياء عبد المعطي مو هون ساكنة؟ إيه هون ساكنة. ماما عم يسأل عنك. شو بدهم؟ هلا بنشوف. أنا لمياء عبد المعطي. سعيد عبد المعطي. شو بقربك؟ جوزي. بس إذا عامل شيء أنا ما دخلني. لا تخافي. انتي بنته؟ ايه. هدي صلكم ما شفتوه؟ من كم يوم كان هون. ايه بس هو مو عايش معنا، يعني قليل كتير ليجي. هاي هويته؟ لا هو بجيبته، بس مع هاد لازم تتفضلي معنا على المشرحة. لوين؟ على المشرحة، لأنه هيك الأصول، لازم يجي واحد معنا ويتعرف على الجثة. على الجثة؟ طولوا بالكم، يمكن يطلع مو هو. كيف مات؟ خلينا نتأكد بالأول إنه هو. عدم مؤاخذة، أنا والله ما بحب إنه هيك أخبار، بس أولتها وآخرتها بتكون تعرفوا، لأنه هو مات بحادث سيارة، وبعدين السيارة احترقت، ولقينا هويته وشقفة من جاكيته. بتتذكروا شو كان لابس؟ جاكيت جلد أسود يمكن. أسود إيه. وعم يقولوا كان عليه دون لجماعة مهربين، وما رجعون، مشان هيك قتلوه وحرقوا جثة، وزتوا هويته جنب الجثة، بس حتى الآن التحليل الجنائي ما أثبت هالشيء. ماما بدي روح معك. لا بلا ما تروحي لحالك. صغيره بعدك على هيك شوفات ما بطول. طب خليني اروح معك انا. لا لا خلوكم هون. ديري بالك عليها. طبعا.
فوتي هلا بتجي. فوتي بنتي فوتي. إذا طلع هو شو بيصير؟ بتاخذوا الجثة وبتدفنوها بمكان معلوم، طبعاً بعد ما يخلص طبيب الجنائية شغله. وإذا مو هو؟ إذا مو هو بتدفنه الدولة. وين؟ بالمقبرة العامة. في مقبرة بالاسم؟ معلوم؟ هاللي ما له أهل ولا قرايب، وإذا ما حدا تعرف عليه، بتدفنه الدولة بالمقبرة العامة، بس ما بيحطوا على قبره لا شهادة ولا اسم. بيصلوا عليه؟ إي طبعاً بيقوموا بالواجب. لا مو هو، سعيد كان أطول. بكي شي امي؟ بدك مساعدة؟ كتر خيرك. عم يوجعك شي؟ روحي عم توجعني. سلامة روحك من الوجع. ضايعة بهالدنيا. ما عم بعرف الصح من الغلط. ما عم بعرف ارضي العبد. الله ارضي ربي. ارضي ضميرك ترضي الكل. وهذا ما عم بعرف كيف بيصير. لك عم توكلي على الله وخليني اقرا لك شوي، بلكي الله بيشرح صدرك. ما بدي اعزمك. يا بنتي ما في مشكله ما لها حل. خليني اقرا لك بلكي بترتاحي. الله كبير وما بيترك عباده. شو تعبانه. الدنيا كلها تعب وما حدا مرتاح. رح اقرا لك قلم نشرح لك صدرك. انا لما بقراها برتاح. مثل ما بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت والى ربك فارغب. صدق الله. شو مرة من السماء اجت؟ من السماء اجت. شو عمل؟ لا تعمل شيء،
هلا بتجي وين بدها تروح يعني؟ انا كثير بخاف من الشرطه. وليش تخافي من الشرطه؟ هي شو عملت لحتى تخافي عليها؟ هي شو عملت؟ هي ما عملت شيء. انا بخاف من الشرطه. ماما ماما وينك هلا؟ شو بيوقفك بالطريق بهالليل؟ تأخرتي، خفت عليكي. شو بده يصير لي يعني؟ أبي؟ لا. مو هو؟ لا. أكيد؟ أكيد. يعني أنت شفتي بعينك؟ شفته بعيني. شو يا أم مريم؟ إن شاء الله مو أبو مريم. لا لا، الحمد لله مو هو. إيه الحمد لله، تفضلوا. يلا ماما. تصبحي على خير أمي. وأنت من أهله. ليش تأخرتي لهلا؟ إجيت مشي. طيب ليش ما جابتك سيارة الشرطة؟ ما بعرف، سأليهم إلو. ليش هيك عم تحكي معي؟ تعبانة من الطريق. طيب ليش ما اجيتي بالباص؟ لأني طلعت من البيت وما أخذت مصاري. شفتي بعينك. طيب ما بدك تعشي؟ مالي نفس، روحي كلي انتي. ترفعي راسك، بيفهم انه عم نحكي عليه. هو هون؟ لك قلت لك لا ترفعي راسك. خلص ماني رافع راسي. وينه هو؟ هوني واقف جنب بيع الهريسة. شفته. شو اسمه؟ رياض. كيف لقيتي؟ يعني مو ليوناردو دي كابريو؟ حتى مانو روبرت دينيرو. لا هذا ختيار. ختيار بس بجنن. يعني ما عجبك؟ لا غلطانة. ايه والله حلاوة. ايه ما عجبني، شو اعمل؟ انت بالاول احكي معه، بيعجبك ولا ما بيعجبك؟ لا دخيلك، والله امي بتقتلني. مو ضروري تعرف امك. امي كل شي عني بتعرف. لانك ما بتعرفي تكذبي. لا هي بتحس علي شو ما عملت. لك حتى اذا ارتفعت درجة حرارتي شوي بتعرف علي، حتى لو ما انتبهت انا. بتحط ايدها هيك على راسي بتقلي درجة حرارتي 38، روح جيب الميزان. وبيطلع صح؟ ايه طبعا. يعني قل له لا. قلي له لا. ايه والله شفته بتقسي القلب. ما بستر شي. وبعدين كيف بدي اتعرف عليه هيك؟ مرحبا مرحبا. الا كان كيف بدك تتعرفي عليه؟ اولا مو بالطريق، ثانيا انا ما بدي اتعرف على حدا. الو، لسه ما نمتي؟ لا بس ناويه. ما بتخافي لحالك بالليل؟ يعني شوي، بس بشغل جهاز الحراسه، بسكر الشبابيك وبحط التليفون تحت راسي وبنام. لا انا ما بسترجي اقضي الوقت لحالي بشالي والشط فاضي، عن جد بخاف. هيام، بتعرفي شو كنت عم بتذكر هلا؟ شو؟ قصتي مع رياض لما كان يستناكي قدام باب المدرسه. ايه
بدك تكتبيها؟ يعني عم فكر، انت شو رأيك؟ ما بعرف، يعني ناوي تكتبي قصصنا كلنا؟ شي محرج ما؟ ما بعرف، بس أنا ما عندي مانع تكتبي قصتي كلها. وبرأيك رياض رح يكون عنده مانع؟ بس بشوفه بسأله. ليش وينه؟ في بلاد الله الواسعة. ايوة رجعنا نحكي فصحى. لكل امرئ من دهره ما تعود. طيب تعودتي على عيشتك الجديدة؟ لسه، بس إذا بدك برجع على عيشتي القديمة إذا أنت بترجعي. مجنونة أنت؟ يلا روحي نامي، حاج تحطي مصاري على التليفون. من أجل الصداقة يهون المال. ايه حاجتك بقى، يلا روحي تصبحي على خير. وانتي من أهله ليكي، حكي الحقيقة، مو تزغلي مثل عادة أصحاب المذكرات وتطلعي لي حالك خرطك الخراط وقلب ومات. ايه لا تخافي، ولو انه المثل بيزبط علي على فكرة. يا لطيف شو شايفة حالك. يلا باي. بعتلك رسالة. شو هاد؟ رسالة. لمين هاي؟ لألك. شو هاد؟ شكله عايش بالقرن الرابع. ليش؟ لك عاد حدا كتب رسائل هلا؟ هو رومانسي. فهمي انه هدول موضتهم راحت. قلي له هلا الموضة الشاب يكون جريء ومقدام، يقرب على البنت عادي، يقول لها شو رأيك اليوم نتعشى مع بعض؟ حاجتك بقى، إذا ما رضيت تقلي له مرحبا، رح تروحي تتعشي معه؟ أنا بس عم أقول لك شو الموضة. يعني إذا عزمك شو بتعملي؟ بقول له عندي شغل. أنو شغل؟ اجتماع مجلس إدارة الشركة. وأنو شركة؟ شركة بابا. لك يا حاجتك تلفي علي قصاص. لك مو أحسن ما أكتب رسائل عاطفية طيب؟ حرام عليكي، على فكرة أنت كتير قاسية وبعمرك ما حبيتي. أمي حبيت أبي، شو طلع من هذا الحب؟ شو يعني؟ أنا من ناحيتي مالي علاقة بهذا الموضوع أبدا. إن شاء الله يجي يوم توقع على راسك شك. بالله مشان تشمتي فيني، ما رح يصح لك أبدا. اصطف لي، أنا رح حب وحب وحب. يلا خدي قري الرسالة، مو مسدى على الله أنت ما تقريها. يعني فكرك إذا قريتها بدي غير رأيي؟ ماني مفكرة شي، يلا قري. ميرام هذا الاسم، من وين بيعرف اسمي الحقيقي؟ ما بعرف. أنتي قلتي له يا. لا أصلا أنا نسيانته. يلا كملي لشوف. شو عم تعملي يا بنات؟ عم نقرأ مكتوب غرامي. اسمعونا كمان. ميرام هذا الاسم. فكرت لليلى، يا ريت كنت عرفت قيمته على الأقل. شو عم تعمل هون؟ ما بتعرفوا من التجمعات المريبة بالصف ممنوعة؟ تعي تعي اسمعي، عم نقرأ مكتوب غرامي. لمين؟ لمرام. يلا هلأ كملي. ميرام لماذا تحملين هذا الاسم الغريب؟ هل ليصبح قدري؟ يا حرام يا مرام، جاي على الكافة. لك مو أنا حرام، مو حرام. يلا هلأ كملي، بدق الجرس. تعرفي هلأ بقى يقول ما عمنا من الليل. يا الله منك. ايه وين صرنا؟ هل ليصبح قدري؟ فكرت طويلا قبل أن أكتب لك رسالتي هذه، فأنا إذ أنظر إليك عن بعد لا أتوقف عن الأمل في أن يأتي يوم وتنتبهي إلى وجودي، وأخاف أن تحرمني هذه الرسالة من آخري. شو هاي بارقة أمل؟ حلوة بارقة أمل. ولا لا يجي يوم وتندمي فيه. شاطر بالإنس. كملي كملي. ومعك حق، ولكن عرفت اليوم أن الحقيقة مهما تكن مرة أفضل من أن أظل قلقا هكذا وأنا بانتظار الرد. خلاص؟ خلص. أشو الرسالة ما قال لك أنا بحبك؟ هي خليها مخباية بين الأسطور، ما بيحكيها. شايف حاله؟ هي دخيلك على شو بده يشوفه؟ حاله. والله ما يعرف إنه كل الصف قرا رسالته لينتحر. لا طولي بالك، مو كل الصف قرا رسالته بس. إحنا بالمكفى. بس حلوة هي تحرمني رسالتي من آخر بارقة أمل. وقلت لك شاطر الإنشاء. يلا انا رايحه لعند بيت عمتي اسعد. بدك شيء؟ لا شكرا. باي. Thank you.
لا تخافي. شو بدك؟ رجعي لي رسالتي. خايف عليها؟ طبعا، انا بعكسك تمام، بحترم حالي وبحترم مشاعر الانسان وما بسمح لاي حدا يشمت فيني او باي انسان. شو مرة؟ فيكي شي؟ لا. حدا من المعلمات نزالك؟ لا أمي ما في شي. عم تخبي علي؟ ما عم خبي عليك شي. تخانق أنت وليلى؟ لا. قلي لي إنه ما بدك تحكي لي، بس ما تقولي ما في شي. أمي ما بدي أحكي لك. You're